الدكتور حامد عبد الدائم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. يا دكتور حامد مساء الخير. دكتور حامد، دكتور حامد مساء الخير يا دكتور حامد. مساء النور يا عمرو بيه، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. يمكن حضرتك سمعت دلوقتي الحاج حسين عبد العاطي والمهندس محمد حسني من اسيوط، وهم بيتكلموا في موضوع انهم الفلاحين متعاقدين على توريد القطن بس الحكومه مش راضيه تستلمه. اولا في البدايه لازم احيي حضرتك انك فتحت هذا الملف المهم، ولازم اتكلم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه. نحن امام ازمه حقيقيه، ويمكن الصوره اللي حضرتك عرضتها دلوقتي في اسيوط، انا للاسف الشديد انا ببلغ حضرتك موجوده في محافظاتهم، في محافظات اخرى. بالظبط يا فندم، انا بكلم حضرتك بمنتهى الامانه وبمنتهى الشفافيه. لكن طبعا الفلاحين عندهم كل الحق، وانا باحيي كل الفلاحين اللي زرعوا قطن هذا العام، لان هم فعلا اجتهدوا والتزموا بالتعليمات والتوصيات الفنيه، وحصلوا على اعلى انتاجيه من الاصناف اللي انتجتها وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. طب لحد دلوقتي كلام زي الفل يعني. تمام يا فندم. لكن هي المشكله الحقيقيه الان في تسويق هذا المحصول. تمام. احنا طبعا عارفين المشكله، يمكن الحاج حسين قال لك ان هو قال لحضرتك انه متواصل معايا. احنا عارفين المشكله، والمشكله على فكره من بدري احنا متابعينها، وفي تواصل من معالي الوزير الدكتور عز الدين ابو سيف مع وزير قطاع الاعمال لحل هذه الازمه وبسرعه. واحنا يمكن ان شاء الله قريبا يكون في خبر كويس، لان حضرتك عارف ان وزاره الزراعه يعني ما بتستلمش محصول، لان بتستلم المحصول جهات اخرى، لان احنا ما عندناش موارد ماليه. احنا مهمتنا كوزاره الزراعه عمرو بيه ان احنا نزرع وننتج ونستنبط اصناف عاليه الانتاجيه. طب مين الجهه اللي المفترض انها تستلم القطن من الفلاحين؟ هو المفروض يا فندم شركات تسويق الاقطان، واحنا في تواصل مستمر. دي تبع لوزاره قطاع الاعمال مش كده؟ اه يا فندم. واحنا معالي الوزير الحقيقه في تواصل مستمر مع وزير قطاع الاعمال، والموضوع في مجلس الوزراء، وان شاء الله اعتقد انه هو يكون قريبا جدا في حل هذه الازمه. لانه للاسف الشديد اذا لم تحل الازمه سوف يكون هناك تراجع كبير جدا في المساحات التي سوف يتم زراعتها بالضبط. ما هو الفلاح هيخاف الموسم اللي جاي مش هزرع قطن. انا بقول لحضرتك بمنتهى الامانه. طيب حضرتك الآن يعني فتحت باب الأمل من خلال يعني كلامك للفلاحين أنه ستحل الأزمة قريبا. هل نعرف بس يعني خطوط عريضة يعني لطرق حل الأزمة؟ يعني هل في تحرك هيبقى سريع؟ يعني احنا دلوقتي اللي شايفينه دلوقتي على الشاشة دكتور حامد، الشون اللي موجودة في أسيوط، وحضرتك مشكورا وصادقا قلت انه المشهد ده موجود في محافظات اخرى. طب انا ايه اللي هيضمني دلوقتي؟ الشتاء دخل وهيدخل قريب، يعني ايه اللي هيضمن انه ما يحصلش مثلا مطرة، ما تحصلش عوامل جوية تأثر على القطن اللي موجود ده في الشون؟ ما هو انا عشان كده انا بقول لحضرتك نحن في سباق مع الزمن. يمكن مع الوزير، انا بقول لحضرتك يعني مستمر في التواصل مع معالي وزير قطاع الاعمال لحل هذه الازمه، ولا بد ان تحل بمشيئه الله قريبا جدا، لان عنصر الوقت الحقيقه مش في صالحنا. واحنا طبعا مهتمين جدا بهذا الموضوع، لان الفلاح اولا واخيرا يعنينا احنا كوزاره الزراعه. نعم، يعني ما هو انتوا يعني انتوا السند بالنسبه للفلاح، يعني وزاره الزراعه هي السند، يعني انتوا المفروض انكم تتكلموا بلسان الفلاح. طبعا يا فندم، طبعا طبعا، مفيش شك في كده.